مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع في جمال الحوار. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو مرض التوحد، وفي شغلات كثيرة راح نكشفها اليوم في هذه الحلقة. معنا المستشارة في علم السلوك الأستاذة عبير لبابنة، اهلا وسهلا فيكي. طبعا السي في تبعها كبير، بده ساعتين قراءة فبدناش نضيع الوقت. الأستاذة عبير عملت التخصص تبعها والماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، اشتغلت في عدة دول عربية وعملت عدة محاضرات حول العالم عن هذا الموضوع. الآن هي موجودة في كندا، واعتقد من القليلات جدا المختصات بهذا الموضوع واللي ممكن يتحدثوا معنا باللغة العربية. فشكرا لك لإعطانا هاي الفرصة والوقت، لأنه هذا السؤال والموضوع مهم جدا لكثير من الناس، وخاصة الأهالي اللي عندهم أطفال يعانوا من هذا التوحد أو الاضطراب. أول شيء، أول سؤال يمكن بسأل الجميع حتى اللي ما بيعرف عن مرض التوحد، شو هو التوحد؟ هل بدخل في طيف وما الطيف؟ في أسئلة هيك غريبة وكلمات غريبة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشكرا جدا لاستضافتي. الموضوع هذا زي ما تفضلت هو موضوع جدا جدا مهم، ولزيادة نسبته في مجتمعنا في العالم كله باختلاف البلاد باختلاف حتى الاثنيسيتي او الدين او الكلتشر او اي شيء، هو في تزايد كبير. بالبداية ما بنحكي عنه اسم مرض التوحد، هو مش مرض، هو اضطراب نمائي. هذه أول شيء بنحاول إن نفهمه، في فرق ما بين المرض والاضطراب النمائي. المرض هو شيء دخيل على الجسم في مرحلة معينة في حياة البني آدم، ولكن اضطراب التوحد هو اضطراب انولد مع الشخص، هو الطفل بينولد ومعه هذا الجين، فهو اضطراب نمائي. والمقصود بنمائي لما بنحكي إنه بيأثر على النمو الطبيعي للشخص، النمو الجسدي، النمو العقلي، النمو السلوكي، النمو التعلمي، بيأثر على كثير مراحل او كثير مناطق في جسم البني آدم، يعني في جسم الإنسان. فهو اضطراب نمائي وليس مرض. طيب بشكل عام كيف هذا الاضطراب بيصير؟ هل هو بولد مع الطفل زي ما حكيتي، أم في ناس تكتشفه بعد 5 سنين، في ناس تكتشفه بعد 50 سنة؟ شو السبب؟ أوكي. سؤال كتير كتير مهم وبيواجهني دائما مع العائلات اللي بتيجي والأطفال اللي بنواجههم. بالنسبة له هو للآن لا يعرف سببه، غير معروف سبب التوحد. التوحد هو بنولد مع الشخص، بيكتشف حسب الحالة، ولكن يمكن اكتشافه من بداية 6 شهور. الأطفال ممكن 6 شهور نقدر نعرف إذا معهم توحد أو معهم احتمالية إنه معهم توحد. طبعاً التشخيص الكامل بيكون بعد عمر السنتين. لما أنت بتحكي ليش في ناس عم نكتشفهم صغار وفي ناس بنكتشفهم عمرهم 50 سنة، لأنه ببساطة هذا الشيء اللي أنت أول شيء سألت عنه لما قلت لي هو طيف التوحد. طيف التوحد اللي هو السبيكتروم، لما بالإنجليش نحن بنترجم الاي اس دي اللي هو Autism Spectrum Disorder، إذا هو طيف اضطراب طيف التوحد. ونقصد بالطيف اللي هو اختلاف درجته من خفيف لوسط لشديد، واختلاف نفس بنفس التوحد نفسه، بنفس الحالة، نفس السلوكيات بصير فيها اختلاف درجات. يعني ممكن يكون جدا ذكي وادفانس او متقدم في بعض السلوكيات، ولكن في سلوك اخر هو بنفس الشخص هو كتير يعني خفيف او ضعيف متدني. فمشان هيك نحن بنسمي الطيف، وهذا شيء كتير بواجه مشكلة مع الناس، بالذات مع دولنا العربية. بيجوني حالات مع الدول العربية لما بيقولوا لي إنه هو ما معه توحد، هو معه طيف خفيف.
بحاول افهم اكثر العائلات انه ما في شيء اسمه معنى طيف يعني انه شيء خفيف. الطيف هو الدرجات، زي ما نحكي نحن طيف القوس قزح، هو طيف اللون، طيف فهو درجات اللون. ونفس الشيء طيف التوحد، من عند من خفيف لوسط لشديد التوحد. فطيف التوحد سؤالنا كان انه ليش بنكتشفه، لانه ممكن يكون كثير خفيف ولكن مع العمر لما بيكبر بصير اشد، لانه ما قدرنا احنا نعمل اي تعديل سلوكي او اي تعديل علاجي عليه بوقت ابكر من هيك، فبصير شديد وبيصير اوضح لما بيكون الواحد كبير. يعني معناها انه ممكن يكون عنده ببعض السلوكيات سيء جدا، وبعض السلوكيات ممكن يكون وسط، بعض السلوكيات ممكن يكون نعم جيد. نعم ممكن يكون بنفس الحالة، حالة التوحد نفسها هي درجات، فممكن تكون درجته خفيفة، درجة أولى، ثانية، ثالثة أو رابعة، ولكن ونفس بنفس الدرجة نفسها ممكن نواجه هذا التفاوت في السلوكيات. أوكي. طيب السؤال اللي يمكن الأهم، إنه كيف أعرف إنه مع ابني أو مع بنتي في توحد؟ نعم هذا سؤال جدا 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 مهم، يا وهذا الأهم سؤال بنحاول إن نفهم الأهالي لما بيجونا بيقولنا إنه أنا مو عارف، أعطيني لمحة إنه أنا طب كيف أشك إذا ابني أو بنتي أو طفلي إنه عنده توحد. هلا أهم إشي زي ما حكينا من عمر الست سنوات، من عمر الست شهور فينا إن نقيم إنه الولد عنده احتمالية، يعني هاي ريسك لنقولها انه الاحتمالية كبيرة انه يكون عنده توحد. هلا في اسسمنت تولز كثيرة او مقاييس شديدة او عفوا عديدة لقياس هذا الموضوع بنقدر نحن نعملها، وبتحكي لنا اذا كان هذا الطفل عنده احتمالية توحد او انه عنده توحد فعلا حسب درجة المقياس اللي عندنا. ولكن من اشد الصفات او السلوكيات اللي بنشوفها والاضطرابات اللي بنشوفها بالأطفال مثلاً ما عندهم بنسميها التواصل البصري، الاي كونتاكت، تواصلهم البصري ضعيف جداً، يكاد يكون معدوم في بعض الحالات، وهذا الشيء اللي ممكن يكون من أوائل الحالة، أوائل العلامات التوحد المبكرة، منلاحظها الأم منقولها وأنت حامل ابنك وأنت بتقوم برضاعته، كيف بتطلع عليك أو ما بتطلع عليك؟ كانت من الأسئلة الشديدة للأهالي، أغلب الأهالي إنه يقول إن الأم تتذكر تقول أنا فعلاً حتى وهو عمره بأشهر ما كان عنده آي كونتاكت، ما كان يطلع علي وأنا بدير بالي عليه وأنا بغير له وأنا برضعه. فهي من أشد أو أبكر العلامات، عدم التواصل البصري، عدم إجادة اللعب، في منهم عدم الكلام، ممكن يكونوا بيتكلموا لكن كلامهم غير مفهوم، تأخر في النطق، أو ممكن يكونوا يحكوا ولكن كلامهم زي الروبوت زي الآلي، عدم الاستيعاب، استيعابهم ممكن يكون قليل، اللغة الاستيعابية واللغة التعبيرية عندهم ضعيفة، بيشاركوا كتير بالمشاكل السلوكية زي العنف للآخرين والعنف لنفسهم، يكونوا أجريسيف يعني لنفسهم وللآخرين. ممكن يكون عندهم برضو المشاكل، الضعف عام في الحركات الخفيفة والثقيلة، فمثلا بيكون عندهم ضعف في مسك اليد أو اللعب باليد بالحركات الخفيفة، مسك المعلقة، مسك القلم، وبنفس الوقت عندهم ضعف في العام في الجسد، فما بيقدروا يلعبوا، ينطوا، يقفزوا، نقطة القفز مثلا كتير واجهتها، ما بيقفزوا، ما بيعرفوا يعني كثير من الحركات البديهية نحن جروس موتور سكيلز والفاين موتور سكيلز. أرجو مسامحتي على اللغة العربية والإنجليش لأنه بحاول أترجم بدماغي الكلمات للعربي، فمن هاي السلوكيات كلها هذه بتخليني أعرف إنه اللي قدامي الطفل إذا عنده تأخر بهذا الحكي كله. في كثير أهالي بيجي بيقولوا لي الآي كيو، الآي كيو تيست مش بطال، ولكن ما بيقدر يقيم لي الحالة لأنه الموضوع مش موضوع ذكاء، في كثير من الحالات هو عدم قدرة على إظهار ما يملك الطفل، وممكن يكون ذكي في شيء وضعيف في شيء آخر،
فالاي كيو تيست مش مقياس للتوحد. معناها اطفال التوحد ممكن يكونوا اذكياء يعني. جدا في ممكن، ولكن هذا كمان بلاش نكون نروح على هذا الاسامبشن انه والله هو كل اطفال التوحد اذكياء جدا في اشياء وفي ضعيفين في اشياء. لا، هذا الشيء للاسف خطا برضه من الاشياء الخاطئه السائده العالم تعرفها، انه هو ذكي. لا، ممكن ما يكونش ذكي في اكثر اشياء كثيره، ولكن ممكن يكون اهتمامه بشيء معين كثير اعلى من اشياء ثانيه، وهون هذا الشيء بيساعدني في تعليمه. فممكن يكون جدا جدا ذكي في اشياء نحاول نكتشفها يعني. نكتشفها بالضبط. هلا هون بياخذني هذا الموضوع لسؤال كنا نحكي فيه قبل التصوير دكتور جمال، انه شو هو الفرق بين التوحد وبين اضطراب التوحد او اضطراب طيف التوحد. هو التوحد هو جزء من اضطراب طيف التوحد. اضطراب طيف التوحد فيه عدة اضطرابات بداخله، منها شيء بنسميه الـ BDDNOS، واللي هو هدول بيكونوا الـ High Functioning Kids. هدول ممكن انهم يكونوا الأطفال هو اضطراب لوحده تحت مظلة التوحد. كلهم هدول لنتخيلها انها هي مظلة، وهدول كلهم تفرعات من المظلة هاي، منها الـ BDDNOS، منها الـ Asperger سيندروم، وهذا للأسف من أكثر هدول BDDNOS والهاي فانكشنينج، الأطفال هاي فانكشنينج أو الأسبرجر، من هدول من أكثر الأطفال اللي بعتبر أنهم غير محظوظين من ناحية اكتشاف مرض التوحد، أو على الأقل في بلادنا العربية للأسف. في هنا بيكون في اكتشاف للحالة أكثر، ولكن في بلادنا العربية لأنه نسبة ذكائهم في بعض المجالات جدا عالية بتخلينا ما نقدر نكتشف انهم هم عندهم فعلا توحد. بيكون اسبرجر، الاسبرجر ممكن يكون هو بيكون مثلا كتير كتير ذكي في اشياء معينة، فبيغطي على الضعف العام اللي عنده في اشياء تانية ضرورية نمائية. BDDNOS. في عنا مرض الريتس، هذا من اشد الاضطرابات ولكنه شديد جدا، واغلب الحالات بتصير مع الاناث لما بيكون ريتس. هلا نسبه التوحد هاي اجابت يعني اتذكرتها لما حكينا عن الاناث والذكور، اللي هو نسبه التوحد عاليه، كل 4 ذكور مقابلهم انثى، فكل 4 اولاد مقابلهم بنت معها توحد. لكن بالمجمل اذا كانت البنت معها التوحد بشكل عام بتكون اشد جدا من الولد. حالاتهم بتكون شديدة. هلأ الريتس اضطراب ولكنه شديد جدا، يعني ما بنقدر نتعامل معه زي ما بنتعامل مع التوحد بشكل عام. فنحن بنقول الـ BDDNOS، بنحكي الأسبرجر، بنحكي الريتس، وبنحكي الأوتيزم. والأوتيزم له طبعا درجاته في التوحد، في درجات التوحد. هلأ ممكن حضرتك تيجي زي ما سألتني قبل قليل وقلت لي كيف احنا بنكتشفه على كبر، او كيف هذا السؤال بيرجعني لسؤال انه هل ليش تزايد التوحد؟ ناس كثير ممكن تيجيني تقول زاد كثير يا دكتوره او يا استاذه عبير، انه كثير زاد التوحد، شو ليش؟ هل في شيء باكلنا؟ هل في شيء؟ هلا سبب التوحد الاساسي غير معروف، هو جين معقد. لنقول هو جين معقد، ما بنعرف شو ليش بصير، شو اسبابه، ولكن العلماء هلا لساهم في دراسات شديدة لا يعرفوا سبب التوحد. عم نحكي انه هو لنقول مجموعة من الاسباب البيئية والجينية وطبيعة الانسان نفسه جسمه، تشترك كلها ليطلع معنا هذا الاضطراب هذا. فالسبب الرئيسي ما بنعرفه، بس بنعرف بعض الحقائق اللي بتساعدنا لنعرف انه هل هذا التوحد وراثي او لا. هلا اخر الدراسات مركز الامراض الامريكي، اخر دراسه لإله كانت اخر احصائيه، انه كل 1 ولد صحيح مقابل كل 59 ولد صحيح عندنا ولد 1 مقابله للتوحد. فالنسبه جدا عاليه. بال2006 النسبه كانت 1 to 88، 1 ل88. بال2011 او 2012 كانت النسبه من 1 ل66،
ولكن السنة الماضية كانت الأخبار المؤسفة إنه النسبة من 1 لـ59. فعم بتزيد. عم بتزيد النسبة جدا، فتقدر نحسبها لو بدنا نتخيلها كل فصل دراسي فيه ولد على الأقل فيه توحد. طب هلأ كأهل أنا كأب وأم قبل الزواج هل في فحوصات أسويها أعرف إنه عندي أولادي؟ نو للأسف ما في. هلأ العلم عماله بتطور، ما بنعرف إذا بده يصير هذا الشيء زي ما بصير مع الداون سيندروم أو الاضطرابات الأخرى الجينية، لكن للآن ما في أي شيء بيدلني إنه أنا ممكن يكون ابني معه توحد أو لا. ولكن زي ما أنا حكيت في بعض الأمور اللي ممكن إنها تعطيني إنديكيترز بتخليني تساعدني شوي. فمثلا الإحصاءات أثبتت إنه زي ما حكينا كل 4 أولاد مقابلهم بنت، إذا النسبة بالأولاد أكثر. إذا كان عندي توأم نسبة أكثر من 57% إذا مش أكثر إنه يعني الولدين بيكون معهم توحد. إذا حدا معه توحد يعني تقريبا أنا أكثر من هيك، حتى أنا أكثر من 70% في حالات، أغلب الحالات الأوتيزم التوائم اللي اشتغلت معهم هم الاثنين معهم توحد. درجتهم ممكن تكون مختلفة، واحد أشد من الثاني أو نفس الدرجة أو هيك، لكن هم الاثنين معهم توحد. إذا كان عندي إذا أول ولد مثلا كان معه توحد نسبة 17%، الولد الذكر اللي وراه رح يكون معه توحد، لكن إذا بنت ما بيكون معها توحد. فيعني كنا نواجهها كثير إنه الأهل، في بعض أهالي بي 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 إذا كان عندهم ولد معه توحد بيختاروا إنهم ما يجيبوا بعدين لأنه النسبة جدا عالية إنه إذا كان ولد اللي وراه رح يكون معه توحد أو درجة من درجاته. فهذا الشيء ممكن إنها تعطيني دلالات. هلأ الأخبار أو آخر الدراسات هو جزء كبير منه وراثة، ولكن شو هو الجين مش عارفين نحدد ليش صار هيك، شو هل هي طفرة جينية، هل هو جين ممكن تحكم فيها، ما بنقدر لهلا، مش معروف، العلم ما اثبته لانه لهلا الدراسات مش عارفه. معناه على الدي ان اي لحد الان ما درسوا، ما في شيء. في كثير اجتهادات ولكن دراسات مثبته للان ما في. فيعني ما بنقدر نحكي انه مرض جيني بحت. لا ما بنقدر نحكي مرض جيني بحت بالضبط، ولا بنقدر نحكي انه مرض بيئي بحت، ولا بنقدر نحكي انه لانهم تزوجوا اقارب، ولا بنقدر نحكي لانه مثلا عمه عنده توحد او ابن عمه او ابن خال، ما في من هالحكي. هو يعني يجمع كل هاي الاشياء لكن ما في شيء وراثي يعني. اذا بتقدر ليش هلا اشاره التوحد هي عباره عن قطعه بازل، لان هو فعلا بازل، هو فعلا اضطراب مش معروف، مش قادرين نعرف له ليش السبب، ليش بصير، شو، ما بنقدر نعرف. طيب هلا انا كاهل انا ممكن احط التشخيص المبدئي له على الكلام اللي قلتيه، ولا لازم اروح استشير استشاري خاص في الموضوع هذا عشان يعطيني؟ هذه سؤال جدا جدا مهم، وبنحاول قد ما اقدر انه احاول انا انبه الاهالي عن هاي النقطه، لانه في كثير للاسف ناس بيتاجروا بالاخرين وبمعاناة الاخرين. هلأ التوحد بشكل عام بيضرب أو بيأثر على عدة من نواحي في نمو البني آدم. فبالأساس بيضرب أو بيأثر على الناحية الاجتماعية، فمن هيك إجا اسم التوحد. ولكن هذا مو معنى أنه بحب العزلة مثلا زي ما العالم بتفكر أنه بحب العزلة. مش كل الناس، مش كل الأطفال أو الحالات اللي معهم توحد بحبوا العزلة. بالعكس أنا اشتغلت مع أطفال جدا جدا اجتماعيين، ولكن الحالة الاجتماعية بأنه هو لا يستطيع، ما عنده القدرة أنه يفهم اللغة الاجتماعية اللي نحن بنعرفها، ما بيقدر يفهم اللي بنسميها العلاقات أو الكلام، التواصل الغير محكي non-verbal communication. فما بيعرف هاي ملامح الوجه، ملامح العواطف أو المشاعر ما بيقدروا يفهموها، طريقة اللعب ما بيقدروا يفهموا. فإذا نحن بنحكي بيأثر على الحالة الاجتماعية، بيأثر على النطق. 50% من الحالات التوحد غير ناطقين، ففكرة إنه يكون هو
غير ناطق، في حالات نشتغل عليها وبصير ناطق بنعلمه كيف ينطق، وفي حالات للأسف شو ما حاولنا معها هو غير ناطق، ولكن مش معناها غير متواصل، وهلا ممكن نحكي عن هذا الموضوع بعد هيك، بس هو غير ناطق. والحال والثالث شيء بيأثر عليه اللي هي الحركات اللا إرادية، واللي هي الريبيتيف موفمنت بنقولها، واللي هي حركات مثلا اكيد اغلب الناس شافوها، الروكينج سوري الفلابينج هاندز، الروكينج النطنطه، الحركات ممكن بالايد ممكن بالاصوات معينه ولكنها غير اراديه، ما بيعرف ليش بيعملها. نحن العلم لهلا ما بنعرف ليش بيعملها، ولكن الظاهر انه شيء ميكانيزم معين هي بيريحه. شو سببها ليش بتصير ما بنعرف، وحسب طبعا شدتها ممكن تكون شديدة جدا جدا، ونحن بنسميها بلغتنا بعلم السلوك أو علم التوحد بنسميها ستيمينج، واللي هي ما بنعرف شو سببها، ما بنعرف كيف ما لها علاج، بتروح وبتيجي. ممكن حتى لو إنه إحنا غيرنا شكل معين من الستيمينج هاد، بعد فترة بنلاقي الطفل صار عنده حركة أخرى جديدة ممكن يغير يغيرها. فمثلا إذا كان بيخبط راسه بالحيط ممكن نمنعه لسلامته، رح نلاقي له طريقة تانية مثلا فلابينج أو جامب، لكنها في شيء أوتوماتيك رينفورسمنت بنسميه بخليه يعمل هاي الحركات ما بنعرف ليش لهلا. طيب صار الدياغنوز وحطينا التشخيص وعرفنا انه هذا الولد معاه اوتيزم او البنت، ايش الحبوب اللي بدنا نروح ناخذها من الصيدليه عشان نتعالج؟ لانه لا سؤالك جدا مهم. انا للاسف اخذنا الكلام ما حكيت بالضبط عليه، ما جاوبت بالضبط على السؤال اللي قبله لما حكيت لي كيف مين اللي بيعمل تقييم تشخيص. لازم 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 رجاء من كل الناس تنتبه، لازم يكون دكتور سايكولوجي او سايكاتريست، طبيب نفسي او دكتور نفسي. الدكتور النفسي اللي هو مع دكتوراه في علم النفس، طبيب نفسي اللي هو طبيب اعصاب ونفسيه، طبيب اطفال مختص. حتى طبيب الاطفال رجاء مع احترام الشديد لكل الاطباء، ولكن مش كل طبيب اطفال بيقدر يشخص توحد، رجاء يرجعوا للطبيب المختص. في مقاييس معينة لازم نعملها، والأطباء أو الاختصاصيين بيعملوها، ولازم يكونوا هم هدول الأطباء licensed مرخصين لأنهم يعملوا هذه المقاييس. بيعملوها على عدة جلسات، مش من 5 دقائق معلمة الولد تشوفه بنط بتقول لأم ابنك معه توحد. هذه يعني يوميا بتواجهني، يوميا معه توحد. مين هل انت درستي، هل انت درست، هل اشتغلتوا، هل استخدمتوا مقياس، هل على اي اساس انكم تشخصوا توحد من غير اي شيء؟ فهذه النقطه جدا 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 مهمه. المختص فقط هو من يشخص. انا خبرتي اكثر من 15 سنه في المجال، معي دبلوم عالي في التوحد، معي دبلوم عالي في تعديل السلوك، معي ماجستير في تعديل السلوك والتوحد، تخصص التوحد، وإن شاء الله قريباً رح أصير على طريق أن أصير محللة سلوكية معتمدة دولياً. أنا للآن لا أشخص التوحد، أنا مش مسموح لي أشخص إثيكالي أخلاقياً، أنا ما بشخص التوحد، بوديه على الدكتور المختص بشخصه، بيبعت لي إياه، بيرجع لي، بحط له الخطة العلاجية وبساعده. ولكن ما مش أي حدا بشخص توحد أو ADHD فرط الحركة أو ADD الانتباه تشتت الانتباه أو الأمراض النمائية، عندنا إحنا كمية رهيبة من الأمراض النمائية. رجاء الأهالي والمعلمين الأطباء المختصين ينتبهوا للنقطة هذه. أكيد نقطة مهمة جدا يعني. جدا جدا جدا، لأنه للأسف بنواجهها، بيجينا مشاكل لأنه إحنا ما في شيء بس اسمه توحد، في عنا أمراض السوشيال ديسوردر، في عنا أمراض فرط الانتباه، في عنا الأمراض الإيموشنال ديسوردرز، في عنا كتير 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 اضطرابات تشارك التوحد في بعض الصفات، ولكن لأنه التوحد صار المجهر عليه وصار الانتباه عليه أكثر، فصار الناس تعرف بعض الصفات عنه، فبيجي الشخص بشوف هذه الصفة أو أكيد هي توحد،
مع انه ممكن تكون سوشيال ديسوردر، ممكن تكون ايموشنال ديسوردر، ممكن تكون اي دي اتش دي. انا في كثير حالات اجتني المشكله ما تكون بالتوحد، انا مشكلتي تكون مع الاي دي اتش دي، لانه اغلب التوحد بيجي معه اضطرابات اخرى. للاسف ما بيجي توحد لوحده الا ما يكون معه اضطرابات اخرى. فممكن يكون اضطراب، يكون مشكلتي في العلاج الاي دي اتش دي مش التوحد نفسه، لانه حتاثر على العلاج اكيد. طبعا حتاثر العلاجية. طبعا يعني بالمختصر احنا بنحكي زي واحد عنده مثلا اعراض رشح، راح شاف واحد هيك بالشارع قال له انت مرشح، خذ لك حبتين مهدئ او مسكن وانتهى الموضوع. هو للاسف بكون عنده مثلا التهاب رئوي حاد ولازم ياخذ انتيبيوتيك ولازم يروح على المستشفى، فممكن حتى انه يموت فيها. فالموضوع هو تغيير الخطه العلاجيه لسبب واحد بس قال لك هيك، فلازم ننتبه جدا كتير. جدا جدا. والسؤال اللي حكيته انه يروح ياخذ دواء، رجاء يعني هاي انا بدي احط عليها علم وارفعه، ما في علاج للتوحد، ما في شفاء من التوحد. التوحد هو اضطراب يخلق مع البني ادم، هيك الله خلقه، هو هيك، ما في شيء اسمه الدواء السحري، ما في شيء اسمه دايت اليقطين، ما في شيء اسمه دواء مش عارف ايش، ما في، هذه كلها علاج الاكسجين، علاج الزئبق، ما بعرف، كلها دجل، كلها ما في منها شيء حقيقي. نحن بال 2019 العلم تطور جدا، عندنا لازم العلم يكون مبني على على شيء مثبت علمي، دراسات، الاف الدراسات صارت، وما في دواء يعالج التوحد. في بعض الادويه، الادويه هاي مش للتوحد، هي ادويه نفسيه او عصبيه او طبيه، بتعالج بعض صفات، بعض اعراض اللي بتصير مرافقه للتوحد. ولكن بالمقابل هذه امراض، هاي ادويه سايكيك ميديكيشن، يعني ادويه عقليه، ادويه عصبيه وادويه نفسيه، لها اثارها الجانبيه اخر مكان يعني بشكل عام. فرجاء ما تردوا على هالحكي، العلم اثبت انه ما في شيء اسمه دواء للتوحد. العلم الوحيد اللي او طريقه العلاج الوحيد المثبته علميا بالاف الاف الدراسات ومن 100 سنه تقريبا هو التعديل السلوكي. التعديل السلوكي هو فقط اللي ممكن نشتغل فيه على اطفال التوحد. التعديل السلوكي طب شو هو؟ هو انه يجلس مع مستشار سلوكي. سؤال، هلا انت هلا مثلا انا شكيت في ابني انه عنده توحد، رحت على طبيب العائله او طبيب الاطفال، طبيب الاطفال اثبت تشكي وقال لي وهذا اللي بتمنى، انه قال لي انه انا ما بختص اني اشخصه، انا راح اوديك عند طبيب اعصاب، دكتور اعصاب او دكتور نفسي، اختصاصي نفسي، ليعمل مقاييس اللازمه لتشخيص التوحد وتشخيص الاضطرابات الاخرى اللي ممكن تكون مرافقه للتوحد. وديته العاده للمختص هذا، المختص هذا عمل لي التقييم كله، اثبت انه معه توحد، ممكن يكون توحد ومعه برضه ADHD، ممكن يكون توحد ومعه ADD، ممكن يكون توحد ومعه ديبريشن، ممكن يكون توحد ومعه انكزايتي، انا عندي ممكن يكون توحد لحاله. على الاقل انا عرفت انه توحد مثلا اسبرجر، قيمته حددت، هنا الطبيب النفسي ببعته لنا، ببعته لا مثلي او لاخصائيين اخرين اللي هو مختص في التعديل السلوكي. التعديل السلوكي هو علم التعديل السلوك، وهو علم قديم جدا، من 1930 1940 تقريبا، اول من بامريكا علماء احنا في غنى هلا عن ذكرهم اثبتوا، وطلع علم التوحد، علم التعديل السلوكي. وهذا العلم اثبت انه تعديل السلوك بخطة علاجية مبنية على حالات، على الحالة اللي ما موجودة عندي، بحدد لها تريتمنت بلان، خطة علاجية، وببلش أعدل بالسلوك، وبيكون بعدل مش بس بالسلوك الموجود، وبزيد كل المهارات اللي ناقصة عند الولد. فبتكون مثلا بيجيني تركيز على أشياء معينة بالضبط. هلا في مقاييس برضو أنا بستخدمها شديدة،
يجيني الولد عبارة عن من 5 لـ6 جلسات من مشاهدة مقابل يعني مباشرة direct observation، بعمل interview مع الأهل واحدة أو تنتين مع الأهل، بعمل observation مع الولد، بعمل observation بالمدرسة للولد، بحاول أخذ أكبر قدر من المعلومات عن الحالة، وبعدين بعمل له الأسسمنت اللي لازمة لحتى أنا أشوف شو السلوكيات اللي غير مرغوب فيها اللي أنا بدي أستبدلها بسلوكيات جيدة، مش بس أشيلها، لأنه إذا شلتها وما حطيت سلوكيات جيدة خلقت سلوكيات سيئة أخرى. طيب. والمهارات العامة، ما بيحكي بعلمه كيف يحكي، ما بيعرف يحكي بعطيه أسلوب آخر زي الساين لانجويج أو طرق تانية للتواصل، بيحكي وما بيعرف يعبر بعلمه كيف يعبر صح، بيعرف يعبر بس ما بيعرف يساعد نفسه بعلمه كل الهيلب سكيلز اللي لازم، السيلف سكيلز اللي لازم يكون معها، يعرفها من الأكل من الشرب من الحمام من الغيار من التمشيط من الحمام من كل شيء. مثلا كيف بيحكي، كيف بيطلب، كيف بيعبر عن احتياجاته، بعلمه بمختصر بعلمه كل شيء، كل شيء عن الحياة، أسلوب الحياة، كل شيء كل شيء، حتى أسماء الأشياء، شو اللي هي الأشياء هذه، الكاسة هذه شو اسمها وليش بنستخدمها وبأي كاتيجوري هي، بعلمه كيف يطلبها وكيف يعطيها، بعلمه كيف following instructions، كيف يتبع التعليمات، كيف يلعب. هاي نقطة جدا جدا مهمة، أغلب أطفال التوحد ما عندهم قدرة على اللعب، ما بيعرفوا يلعبوا، ما بيلعبوا بالشيء زي ما هو مفروض يلعبوا فيه. ممكن يمسك السيارة وضله بس يلعب بالعجل، ممكن يصفط بس السيارات ورا بعضها ما بيعرف يلعبها. أنا بدي أعلمه كيف يلعب فيها ومنعلمه وبيطلع نتائج مبهرة. اشتغلت صار لي بالمجال كتير واشتغلت مع مئات الأطفال ونتائج كانت رهيبة جدا. هل عادة بتكون هاي الجلسات 1 تو 1 ولا 10 عندك في الصف؟ لا طبعا 1 تو 1 ثيرابي، الشيء الوحيد اللي لازم يكون 1 تو 1 ثيرابي. أنا بكون عندي الجروب اوف 3 اور 4 بس لما بيكون عندي بعلمه سوشيال أو بلاي مع الأولاد. فالهدف إذا كان اجتماعي لازم يكون في عندي حدا تاني، أولاد تانيين يشاركوني عشان يتعلم كيف يتعامل مع الأولاد هدول، واللعب لازم كيف يلعب مع الأولاد الآخرين، غير عن هيك 1 تو 1 ثيرابي. عشان نلاقي نتيجة في الثيرابي تاعنا، وهذا السؤال بواجهه كتير مع الأهالي، إنه كم شهر بدي أعلمه؟ ما في شيء اسمه كم شهر. الاضطراب التوحد هو اضطراب حياتي، هو طول العمر للأسف. أنا عارف إنه هذا الكلام ممكن يضايق كتير أهالي، ولكن هاي الحقيقة، هو اضطراب طول العمر معه مش رح يتعالج منه، وكل مرحلة لازم نعلمه الأشياء المناسبة للمرحلة هاي. فالطفل لازم نعلمه السلوكيات. هلأ أنا لما بعمل الأسسمنت هاد بيطلع عندي إنه عمره الفعلي مثلا الولد 4 سنوات، ولكن هو عمره السلوكي والمهارات 2 سنين. هاي 2 سنين أنا لازم أغطيها، هنا بحط الخطة العلاجية عشان أغطي هذا الجاب، هاي الفجوة، وبشتغل عليها لازم عشان ألاقي نتيجة up to يعني حد أكتر، يعني لازم ياخد تقريبا 30 ساعة علاجية في الأسبوع، يعني full time 1 to 1 therapy عشان ألاقي نتيجة. ومنلاقي نتيجة، منلاقي نتائج رهيبة في التعديل السلوكي. لازم يكون عندي تيم، الشغل مش بس بيكون مع الأخصائية السلوكية، لازم يكون عندي أخصائية العلاج الوظيفي الأوتي، لازم يكون عندي علاج سبيتش تخاطب، لازم يكون عندي علاج غذائي لأنه في عندي مشاكل كتير بالغذاء، فلازم يكون عندي أخصائية غذائية، لازم يكون عندي معلمة للأكاديمي، والمعلمة هاي لازم تكون تتعلمه بطريقة المناسبة لإله. يعني أنا كتير أهالي بيجوا بيقولوا لي الطفل التوحد ما بيتعلم. يعني سؤال مهم، هل بيقدروا على المدرسة؟ هل بيقدر؟ الطفل التوحد، أنا دائما عندي هذه المقولة دائما بستشهد فيها، طفل التوحد إذا ما بتعرف تعلمه بطريقتك علمه بطريقته. لا بتعلم هديها لها. إذا ما بتقدر إذا ما بيتعلم بطريقتك لازم تعلمه بطريقته. يس. هذه نقطة جدا جدا مهمة،
ما نحاول ان نعلمه بطريقه التيبيكال كيدز، الطفل الافرج. ما في، بدك تعلمه بطريقته، ومش بس بطريقته، التوحد، طريقه التوحد. ما في شيء اسمه طريقه كامله لكل اطفال التوحد. علاج التوحد علاج فردي. كل طفل توحد زي البصمه، زي بصمه الايد، ما ممكن طفل توحد يشبه الثاني. فكل كل خطه علاجيه هي خطه علاجيه مبنيه لهذا الشخص فقط. فالطفل الخطه العلاجيه هي خطه فرديه، ما بينفع اني امسك انا خطه وامشيها على كل اولاد اللي بيجوني للتوحد او اللي معهم اضطراب التوحد. هي خطه مبنيه على الاسسمنت او مبنيه على مقياس معين، بياخذ منا ممكن شهر، ممكن في بعض الحالات تاخذ مني شهر المقياس لحتى ما اطلع خطه علاجيه بس تقدر تكون هادفه لهذه الحاله وتغطي هذه الحاله، من ناحيه سلوكيه، من ناحيه سكيلز، من ناحيه تخاطب، من ناحيه مهارات اعتماد نفسي، بتكون شامله لكل شيء. لانه زي ما حكيت انا عندي المشاكل السلوك، مشاكل التوحد، اضطراب بياثر عليك عده مناحي، انا لازم اغطي عليهم كلهم، يعني لازم اغطيهم. طب السؤال المهم، هل بيقدر الولد يروح على مدرسه عاديه ولا اوكي انهم يدخل المدرسه او لا؟ الاطفال حسب الحاله، حسب شده الحاله. اذا كانت الحاله عندي خفيفه زي الهاي فانكشنينج كيدز او الاسبرجر، بدخلوا بالمدرسه عادي، وممكن يكونوا اذكى من كل اللي بالكلاس. ولكن اجتماعيا هم ما بيقدروا يتواصلوا، او الانزايتي عندهم عالي، او القلق عندهم عالي، او بيعانوا مثلا ممكن من الدبريشن، او ممكن ما يعانوا من شيء ولكن ما بيقدروا يتواصلوا اجتماعيا بشكل طبيعي. لكن الاطفال اللي بيكون عندي مايلد لنقول، او سيفير، شديد او خفيف او وسط حاله التوحد، برضه بيعتمد على حالته، بيعتمد على المدرسه وشو المدرسه بتقدر تقدم له. دائما انا مع الدمج، ولكن دائما مع الدمج المخطط له. يعني ما بينفع انا ابني ما عنده علاج، ما عنده ثيرابي في البيت او بالمركز، واروح ازته في ارميه في مدرسه واقول انا بدي اياه يتواصل مع المدرسه. المدرسه ما راح تقدر تعطيه، لانه المدرسه راح تكون تدرس الاولاد العاديين. لازم تكون المدرسه فيها امكانيات ومعلمه مثلا شادو، معلم الظل، او ممكن يكون اخصائيه اجتماعيه معه او اخصائيه توحد معه، اللي تحط له خطه. وهذا دائما انا بعمله، بيجيني هون في كندا الحمد لله، ان شاء الله في بلادنا هيك، انا ما بعرف بالضبط كيف النظام، ولكن انا هون عندي في تواصل دائما مع البورد الببليك سكول ومع الكاثوليك سكول بورد، انه بنجلس اجتماعات مع المدرسه، بنحط الخطه الاي اي بي، الخطه العلاجيه والخطه التعليميه للولد، بحط البرامج اللي انا بشوفها مناسبه، بعلم المدرسه، بقولهم شو اللي كيف لازم يعملوها، هم بحطوا خطتهم، وبنوصل لحاله بالنص انه الولد شو اللي لازم يغطيه من علاجه وشو اللي لازم يغطيه في المدرسه. ولكن وجوده بالفصل الطبيعي جدا مهم، جدا بفيده، ولكن ما يكون من غير ما يكون له خطه، ما يكون غير خطه. مهم جدا. طب في سؤال يمكن كثير بيسالوا ناس، وصار عليه كثير حكي عن طريق الانترنت، اللي هو التلقيح، اللي هو الفاكسينيشن، الاموونيزيشن، في كل دوله بيختلف. اللقاحات اللي بتعطى للاطفال، خاصه لقاح الجدري للمعمى، هل فعلا في له علاقه بالاوتيزم؟ شكرا كثير لهذا السؤال، لانه فعلا كثير كثير واجهتني هاي المشكله. لا بالاخير لا علاقه للقاح او للتطعيم بالتوحد، ما في اي علاقه. كل الدراسات اثبتت انه ما في اي علاقه بين التوحد والتلقيح، بالعكس. للاسف مؤخرا صرنا نشوف حالات حصب جديد، صرنا نشوف حالات جدري جديد بعد ما الحصب انتهت من العالم كله، رجعنا من جديد. في بعض مدارس في امريكا تسكرت من وراء موضوع الحصبه، والحصبه مرض مميت. فنحن نرجع للعصور الحجريه، لانه اهالي مش مقتنعين بانه التوحد ما له دخل بالتلقيح، وما لقحوا ابنهم ما عمل تطعيم، انت بتعرض ابنك وغيره والاولاد الثانيين للخطر. فرجاء، هاي مثبته علميا،
لا ما في ما في علاقة بين التوحد وبين المطاعيم، بالذات المطعوم الثلاثي اللي هو اللي عليه صار الجدل. yes. هو صار ببداية بالسبعينات أو بالثمانينات هذه القصة، ولكن العلم حتى التحقيقات أثبتت إنه هو عالم، كلها خدعة علمية، it's a fraud، خدعة علمية. هذا العالم اختلق البيانات هذه، بيانات غير صحيحة، وهو نفسه اعترف انه كذب كل المعلومات اللي حطها، ولكن للاسف هو صارت موجوده، صارت موضه. فرجاء ما في شيء للان، نرجع للسؤال الاول، ما في شيء بيحكي انه شو سبب التوحد، ما في سبب للتوحد للان. طيب في سؤال سالته عده مرات ويمكن عندك الاجابه، اللي هو زيت نبته الحشيش اللي هو سي دي اي او تنباع هيمب اويل بسموها وريفر، بتهدئ من الطفل، بتخفف، كثير ناس بيحكوا انها بتساعد، فهل فعلا هي مش علاج اكيد، بس هل ممكن تساعد الولد؟ ما للأمانة انا ما عندي علم فعليا للمادة العلمية اللي في زيت الحشيش او غيره من هاي الامور، ممكن مختص بالأدوية يساعدنا بهذا الموضوع، ولكن المتأكدة منه مليون بالمية انه ما في زي ما حكيت علاج للتوحد، لكن هاي الامور كلها بتدخل من بند اللي حكيت لك عنه قبل شوي، الامراء، الأدوية، الاعصاب، وأدوية اللي بتساعد لتهدئة او علاج بعض اعراض المرافقة للتوحد. يعني مثلا انا واجهتها جدا جدا هاي النقطة، يعني رجاء من الاهالي، يمكن الأطباء يزعلوا مني هلأ لما بحكيها، أنا ما تخيل الحالات اللي أخذتها بالسعودية واللي اشتغلت معها في السعودية وبالإمارات، كمية الأدوية الريسبيريدال والأدوية هذه اللي مباشرة الطبيب بيشوف الولد قبل ما يتشخص توحد، لأنه بتحرك شوي اكتبوا له ريسبيريدال. طب بهاي الأدوية سايكيك، هاي أدوية سايكيك، يعني هاي أدوية بتأثر، أنا مش طبيبة ولكن أنا شفت أثرها على الأولاد، أنا شفت إنه الولد أنا مو عارفة أشتغل معه، صحيح هدي لكن أنا ما بدي إياه يهدى، أنا بطل يستوعب، أنا بطل الولد يستوعب. أنا في كتير حالات إجتني اضطريت أقول للأهل وقفوا الدواء لأنه الولد مش مستوعب شيء. صحيح ممكن يصير هايبر أكتر، يصير أجريسيف أكتر مثلا، يصير، لكن على الأقل بيكون صاحي لما بعلمه. لكن أنت لما بتخدره كيف بدك يجيب لي ولد yes. متخدر وتقول لي عن مين؟ طب ما هو متخدر. فرجاء لا تخدروش اولادكم عشان يهدوا، لا تخدروهمش عشان يهدوا او عشان يركزوا. ماشي انا مش ضد الادويه، في بعض حالات لازم، لكن في حالات مش لازم. احنا للاسف صارت وصفه كامله كل الاطفال ياخذوها حسب الحاله والدوز، حسب يعني انا بيجيني حالات ممكن تكون يكون جدا بأذي نفسه، عنده خاصيه السلف انجري، بأذي نفسه او اجريسيف توورد اذرز، يعني بأذي الاخرين بشكل شديد جدا، اللي هذا ممكن نقول انا لازم احطه ان ميديكيشن لانه في اذى لنفسه او للاخرين. لكن انا لما بيجيني ولد حرك شوي، بنطنط، بصيح، ممكن انا التعديل السلوكي بيشتغل معجزة في حالات ما بتتخيل وين كنا وكيف صرنا فيها. فرجاء ما تركضوا على الدواء مباشرة، أنا وحدة ما بآمن كتير بالأدوية إلا في الحالات الشديدة جدا. طب في سؤال مهم يمكن ويمكن الأخير يكون عندنا اليوم، اللي هو التغيير النمط الأكل. كتير ناس بقول لك خفف من الأحماض وروح على القلويات، في دايتس يمكن انا حطيت لك تاج اللي حكت عنه اليقطين واليقطين وانه اشياء زي هيك، فهل فعلا الاكل بشكل عام بيأثر على العلاج ام بخفف ام بزود؟ اوكي هذا سؤال جدا رائع دكتور، بواجهه يوميا مع الحالات اللي عندي، اللي هو النظام الغذائي. هلا النظام الغذائي بشكل عام، كل ما كنا حذرين بشو اللي بناكله، كل ما كنا حذرين شو اللي مندخله على جسمنا، أي شيء مندخله على جسمنا رح يأثر علينا. لكن طفل التوحد هو حساس بشكل عام لهاي الأمور، يمكن لأنه بشكل عام عندهم مشاكل في جهازهم الهضمي، الأغلبية مش الكل، فموضوع الأكل إله دور في حالتهم يعني.
ولكن ما في شيء مثبت علميا بيحكي لي انه الدايت عالج اليقطين، وهذا كله خزعبلات للاسف، والناس بتركض وراها. انا جدا بتفهم خوف الاهل، وانه الاهل بدهم يحاولوا يعملوا اي شيء، يطرقوا كل الابواب عشان ياثروا، يعني يساعدوا اولادهم. بس رجاء لا تخلوا الاوهام تضيع الجهد والوقت والمال تاعكم. الدايت بحد ذاته ما بيعالج، ولكن ممكن بعض الاشياء اني اغيرها انا في نمط حياته ياثر. فمثلا اذا بياخذ سكر كثير، السكر اساسا مش كويس لكل الاطفال، طفل ممكن يكون عنده ADHD بصير هايبر اكثر مع السكر، فنقطع السكر. هلا ممكن حدا يجي يحكي لي حميه الجلوتين والكازيين، حمله الجلوتين والكازيين هذه جدا جدا مهم النقطه نحكي فيها. ياما اهالي يجوا اولادهم صار لهم اشهر السنوات عليها and it works well، معهم ممتازه، واهالي بيقولوا جربناها وما زبطت، لانه ببساطه هذا الموضوع ما له دخل بالتوحد، له دخل انه في ناس طبيعيين عندهم حساسيه الجلوتين والكازيين، وناس ما عندهم حساسيه الجلوتين والكازيين. صدفت انه هذا الطفل اللي معه توحد عنده حساسيه الجلوتين والكازيين، فلما الاهل عملوا له الفحص، وهذا اللي دائما بحكيه، ما تعملوا دايت من نفسكم، لانك انت ممكن تكون تقطع عن ابنك عناصر غذائيه مهمه زي الحليب والطحين وتعطيه، وهو هذا مهم جدا لبناء جسمه، وهو ما يكون عنده حساسيه للجلوتين والكازيين. فتغير اللي صار مش لانه تعالج من التوحد، هو انت ابنك عنده تحسس من الكازيين والجلوتين، لما بتعمل له الفحص نعرف انه معه تحسس، اذا نقطع هاي الامور بتحسن. ما عنده لو تضلك 50 سنه على الدايت مش حيعمل شيء. فهذا شيء جدا جدا مهم. رجاء برجع لنقطه الاساسيه، ما انتبهوا جدا جدا شو العلاجات اللي بتعطوها، انتبهوا وين بتروحوا، مين بتسالوا. العلم اثبت فيه العلم ان احنا انا في ممكن في مجال ثاني، ممكن اذا صار عندنا مجال نحكي بهذا الموضوع اكثر في محاضره اخرى، رح نحكي عن علم السلوك، علم التعديل السلوكي، لانه هذا جدا جدا مهم. ولكن في علمنا اثبت انه في شيء عندنا بسموه الاستابليشد ابروتشز، او لنقول بالعربي الطرق المثبته علميا، والطرق اللي نقول نص بنص emerging، وفي طرق مثبتة إنها ضارة. فالطرق المثبتة علميا طريقة واحدة ونازلة منها مئات الطرق، لكن هي طريقة واحدة، التعديل السلوكي Applied Behavior Analysis. هذا هو علم التعديل السلوكي التطبيقي، هذا الشيء اللي 100% هو مثبت علميا. في بعض العلاجات أو الابروتشز الطرق بنسميها emerging، لي نص بنص، لسه أثبتت نتيجتها، ولكن لسه بدها دراسات أكثر لتثبت نتيجتها كتير برضو، ولكن أغلبها تعديل سلوكي. وآخر شيء الطرق اللي غير مثبتة علميا وغير غير محمودة، ومنها علاج الأكسجين، منها علاج الزئبق، منها الأنتي توكسيك، منها الموسيقى، منها اللعب مع الحيوانات بتساعد تهدئة لكن مش علاج، منها الدايت، منها المكملات الغذائية، منها الفيتامينات، هذا كله غير مثبت علميا. ولما بنحكي مثبت علميا يعني آلاف آلاف الدراسات، مش بس عالم واحد حكى، آلاف الدراسات. فرجاء رجاء ما تضيعوا وقتكم وجهدكم ومالكم، لأنه هذا زي ما حكينا هو اضطراب كل الحياة، كل فترة من حياتنا هو طفل لازم أعلمه الأشياء الأساسية. لما يصير في مرحلة المراهقة أنا لازم أعلمه كيف يتفاهم مع التغيرات الجسدية واللي على جسمه، وكيف رح يتعامل معها. لما يصير عند الهاي سكول كيف رح يطلع على العالم الخارجي. لما يصير فترة الجامعة كيف هذا يعني مدى الحياة. طبعا احنا طولنا مع المستشارة، لكن في عندنا سؤال يمكن يهم سكان مقاطعة أنتاريو، لأنه احنا في مقاطعة أنتاريو عندنا بروجرامز، والبروجرامز صار في تعديلات حديثا، فبس لو تحكي لنا عن هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع شوي بخص
السكان هون، بس مهم جدا. شكرا جزيلا دكتور. موضوع ال 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 أهل أو أهل أونتاريو أوتاوا بالتحديد، أنا في أوتاوا وأونتاريو بشكل عام، السنة هاي صار عليها تعديل كتير على قانون التوحد والفندنج للتوحد، وتأثرت فيه عائلات جدا، ويمكن اللي متابع الحالة بيشوف إنه طلعت مظاهرات كتير، وصار في تغيير لوزيرة الأطفال وتغيير للكادر كله. ولكن للأسف للآن إحنا في وقت لسه القرار ما طلع، لسه الأمور مخربطة، نحن لا نعرف شو اللي رح يصير آخر قوانين، بس مفروض من هون لشهر 4 الأمور كلها تكون واضحة، رح يبين الفندنج هل رح نرجع للطريقة القديمة بإنه الوزارة أو التشيو عندنا هي اللي رح تكون مسؤولة عن الفندنج أو المبالغ المالية اللي المبالغ المالية المدفوعة من الحكومة للأهالي، أو إنه رح نيجي على الاقتراح اللي صار عليه مشاكل كثيرة إنه عملوا كتير كت عليه، ورح يكون المبلغ أقل كتير ورح يعطوه للأهالي عشان الأهالي هم اللي يدفعوا، وهذا أنا طبعا ضده، لأنه هون بيترك مجال لأصحاب النفوس المريضة إنهم يستغلوا الأهالي ويعطيهم يبيعوهم أي شيء أي وهم. فأنا لساتني مع إنه الحكومة هي تكون لساتها مشرفة على هذا العلاج، لأنه الحكومة للآن مدركة للنقطة اللي بنحكيها إنه التعديل السلوكي هو الشيء المثبت علمياً. هلأ نقطة جداً مهمة بحاول أفهمها لكثير من الأهالي للأسف بواجهها، إنه العائلات اللي العربية اللي بتيجي لعندي بلاقي إنه كثير عندها يعني عدم، يعني في كتير حقوق، في كتير أشياء بتقدروا إنكم تاخدوها إنتوا ما بتعرفوها. رجاءً فتشوا مظبوط، شوفوا وين المعلومات تاخدوها من وين، خدوها من أماكن، ما تاخدوش من فلان وعلان، مش حدا حكى لحدا، روحوا على المصدر نفسه، روحوا على التشيو، روحوا على الويب سايتس، خدوا المعلومة الصحيحة. انت من حقك انك ابنك يحط له اي اي بي بالمدرسه، انت من حقك ابنك يكون له كل المساعدات في المدرسه، من ادوات، من كمبيوترز، من ادوات مسانده، انت من حقك ابنك مدفوعه من الحكومه، مدفوعه، انت من حقك ابنك يكون عنده مساعده ويكون عارف شو البرنامج اللي ابنك بيشير له بالمدرسه. رجاء اذا المراكز في هون مراكز كثير كويسه، ولكن ايضا في مراكز مش كويسه. رجاء إذا جربت مركز مدة 6 شهور سنة ما زبط مع ابنك، ما تضلكيش في نفس المركز، ما تضلكيش مع نفس المعالج، غيره، شوف معالجين يجوك على البيت، شوف أخصائيين يحطوا برنامج للبيت، ما مشكلة، لكن الفكرة عندك ما عند في كتير 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 معلومات وكتير مساعدات من الحكومة، ولكن ما بنعرفها. فرجاء فتشوا، اعرفوا، دوروا على الموضوع هذا. احنا ممكن نعمل اذا صار طلب كتير عليه ممكن نعمل جلسة اخرى بشرحها بالتفصيل. ملخص الحديث، التوحد اضطراب له علاماته شديدة واضحة، اغلب الناس صارت عارفيتها. اذا صار شاكين روحوا عند المختص بهذا الموضوع يعمل الدياجنوسيز التشخيص، وحطوا خطة علاج واشتغلوا مع ابنكم. انا نقطه كمان كثير مهمه بهمني كثير، وهذا اللي انا الطريقه اللي انا بشتغل فيها بعيادتي، انه انا بشتغل مش بس مع الاطفال، مش مع الثيرابيست اللي بشتغل معهم او بيشتغلوا عندي، انا بشتغل مع الاهالي. هاي مهمه جدا، وهذه نقطه جدا جدا مهمه. لازم الاهل، وهذا اللي بعمله بسميه بيرنت كوتشنج، انا بعلم الاهل بالضبط كيف يتعاملوا مع اولادهم، بعلمهم كيف يمسكوا البرنامج، كيف يقرأوا، كيف ياخذوا داتا، كيف يتعاملوا، كل شيء. لأنه أنا بقعد مع ابنك أو مع بنتك مدة ساعتين ثلاث، لكن أنت مدة الـ 24 ساعة، بقية الـ 24 أنت معها أو أنت معها. إذا الأهل ما اشتغلوا شغلنا ما رح يزبط. فللأسف يعني ما بتقدر تأخذي أونلاين بيشنس، صعب كتير. الأونلاين بيشنس بتكون صعبة، أنا بعمل استشارات، يعني ممكن ان استشارات على التليفون على اشياء عامه، ولكن الموضوع لازم يكون فيس تو فيس.
بس الاستشارات الاونلاين بتكون شويه يعني، الا اذا استشارات انا بالخدمه لاي حدا بده يسال اي شيء انا موجوده يعني. طبعا باسمك وحابب اشكر المستشاره سادة عبير لبابنا اللي اعطتنا من وقتها الكثير وساعدتنا في ايجاد معلومات صحيحه عن هذا الموضوع، موضوع التوحد وانواعه واسبابه وطرق علاجه او طرق تشخيصه، كل هاي الامور اللي كانت اسئله عند الجميع. حابب انهي بطريقه بيستخدمها احد اصدقائي ويمكن متابعين القناه واكيد راح يسمع الموضوع، وانا استاذنته اني اخذ هاي الطريقه. كيف هو اخذ انه ابنه عنده توحد وقال لي شغله جميله جدا، قال لي انه انا مبسوط كثير انه احد ابنائي عنده توحد، مش عشان عنده توحد، لانه ربنا اعطاني شغله اني استطيع اني اخذ فيها حسنات كل يوم، فهذه اعطته دفعه للامام انه يرفع من معنوياته من معنويات ابنه ويحاول يساعد ابنه انه يحصل على افضل نتيجه. فهو بعطي ابنه اهتمام وشعر انه هذه يعني مش بس اختبار من الله سبحانه وتعالى، لا بس هي هديه من الله سبحانه وتعالى، انه عم باخذ حسنات كل يوم، مش زي الولد العادي، الولد العادي يمكن اهتمامنا اقل فيه، هذا اهتمام اكثر. فللاهالي اللي عندهم اطفال باوتيزم خذوها بهذا بهذه الروح، وصدقا راح تشعروا براحه نفسيه داخليه انها هديه من الله سبحانه وتعالى انكم تاخذوا حسنات كل يوم. انا بشاركك الكلام، انا جدا 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 بحب شغلي، بحب تخصصي، لانه بشتغل مع الملائكه اللي معهم توحد. ما تتخيل قديش التعامل معهم، على قد ما هو تشالنجينج، فيه تحدي، ولكن هم نعمه من رب العالمين. كل يوم بتكون انت مع بتغير فيه من حياه بني ادم للافضل، هو شيء رائع. إيش حال انت كأب شاعر انه هذا الشيء، او كأم شاعر انه هذا هديه من رب العالمين. وفعلا يعني فكروا فيها من هاي الناحيه، التشالنجز كثيره. انا عارف ان احنا يمكن بنحكي من خارج الصوره، ولكن فعلا لما نفكر انها قديش رب العالمين رح يعطينا خيرها. انا دائما بحكي للاهالي هاي النقطه، زي ما انت بدك تنهي بشغله، انا في مره كثير القصه هاي اثرت علي. في كنت بشتغل مع عائلة هنا، عائلة سعودية، الوالدة قاعدة عم بعمل معها الأسسمنت، ففي جزء صفحة منهم إنه طبعاً هو عبارة عن 7-8 صفحات كلها إنه كل الأشياء السلوكية والاضطرابات في الولد، ولكن آخر صفحة كانت إنه هل معه مرض السكري، هل معه القلب، هل معه كذا، هل معه الأمراض اللي نحن بنعرفها، ولا واحدة معه. ما بنسى لما طلعت علي قالت لي هذه لازم يسموها صفحة الحمد، لأنه شوفي قديش أنا محظوظة، شوفي قديش كم نعمة الله أعطاني إياها، ما عنده ولا مرض من هذا المرض، الحمد لله. معه توحد بس ما معه ولا مرض من هذا المرض، فالحمد لله على كل حالة. ولكن فعلا الشيء المختلف بالتوحد عن غيره من الاضطرابات، وهذه من نتيجة شغلي وعملي مع الأهالي، التوحد رح تاخذ نتيجة نفسية جدا عالية فيه، لأنه كل شيء بتقدمه في نتيجة. على قد ما تعطي الولد مباشرة بتلاقي النتيجة على طول، بتعلمه بنفس اليوم، ما بيكون يحكي، شدينا شوية بصير يحكي، ما بيكون يمسك، شدينا شوية بصير يمسك. فإتس فيري ريوردينج، ف يعني الله يكون معاكم، ولكن هي هدية من رب العالمين يعني. أوكي. شكراً كثير لكم ولجميع المتابعين، وشكراً للمستشار عبير، والله يعطيكم ألف عافية، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وإذا بدكم حلقات مرة أخرى عن مواضيع معينة مع عن هذا الموضوع، ونزود في أسئلة عندكم، حطوها في الكومنت تحت، وإن شاء الله بنقدر نخصص كمان حلقة إذا استطعنا معها. وأهلاً وسهلاً فيكم. أهلاً فيكم.